تو كن سيارات الأسعار سيارات وجود القانون وش اللي نسوي؟ على رأس الخير الصبح بالثمانية أنا حضرت عندي صعب عشرة المالكي ليش كنت ناشي اللي يسوي؟ شنو اللي يسوي؟ وش ما نسوي؟ مجرد إن عرفاتهم والله العظيم عرفاتهم بحق لا إله إلا الله عندكم بالفيديو راح يتحسن المطالب ما تحسن لا كهرباء لا مي لا حصة تموينية لا رابع على الله وعلى التقاعد عايشين كل شهرين مرة يجي طيب سنك ايش ما يصير؟ ما يجي التقاعد احنا شهر من داينة وشهر من نصر زين كل تحسيناتهم موت موت والله بقت يم الشباب ويم اللي عنده ضمير ويتحركوا يم اللي عنده ضمير وكل واحد صاحي وقلبه محترق على هذا الوطن هو اللي الناس تقول خير وتقول طيب وبهذا البلد العربي كله من الشمال للجنوب يحررون مطالبنا ويحققوها والقاتل يلزموه ينتقمون من عنده مو البريء بالسجن والقاتل واذا نطخ بالدم هو برا هذه هي مطالبنا.